سلام البنات، مرحبا بكم في قناتكم عالم هبة. حبيت أخبركم أنه عندي قناة ثانية اسمها Everything with هبة، فيها وصفات رائعة للبشرة والشعر والجسم. نتمنى تشتركوا فيها وتابعوني على الإنستغرام وصفحتي على الفيسبوك. نترك لكم جميع الروابط في صندوق الوصف والتعليق المثبت فضلا وليس أمرا. حضرت لكم اليوم مقشرات رائعة للجسم، يعني عدة وصفات. أولى كنا الاختيار، تزيل الجلد الميت، تزيل الخلايا الميتة، السيلولايت، الخطوط البيضاء، الخطوط الحمراء، إذا داومتم عليها تتحصلوا على جسم ناعم مثل جسم البيبي، ويزيل لكم الخلايا الميتة والجلد الميت، وبشرة رطبة وناعمة مثل المرآة. عندنا الحمص، الحمص هذا في الدول العربية لا أدري ماذا يسمونه، اشتريه مطحون واستعمليه، أو اشتري حبوب واطحنيه بنفسك في البيت، يباع جاهز. احتاج إلى ملعقتين كبيرتين من الحمص. نحتاج إلى الزبادي الطبيعي، الياغورت الطبيعي، الروب الطبيعي، اللبن الرائب. في الجزائر عندنا، يعني بتسويس عندنا لاكخان فخاش، عندنا الياغورت الطبيعي ليس فيه نكهة. نضيف ربع ملعقة من الكركم، عصير الليمون الحامض. اجمع المكونات بالحليب، طبقيه على الجسم كامل بعد تبليله بالماء الدافئ قبل الاستحمام، واتركيه لمدة 10 دقائق ربع ساعة، وابدأي بفركه فرك ناعم جدا بالليفة وبأطراف الأصابع لإزالة الجلد الميت. وهذا الوصفة تعطي تفتيح أيضا للجسم، ترطب وتنعم وتوحد اللون وتزيل الجلد الميت والخلايا الميتة. وبعد ذلك رطبي بالحليب الخاص بالجسم، أو كريم ديكسيريل، أو أي كريم مرطب خاص عندك بالجسم، أو زيت جوز الهند، أو أي نوع، يعني الترطيب مسألة اختيارية، أو زيت جونسون للأطفال، أو هذا النوع من الحليب. أهم حاجة يعني ترطبي الجسم بعد التقشير، هذا زيت جوز الهند، أي نوع عندك، أي نوع وأي ماركة. بعد ذلك هذا استعمله طبعا مرة مرتين في الأسبوع. الآن ننتقل إلى المقشر الثاني. نحتاج إلى القهوة العادية المتواجدة في البيت، القهوة العادية العربية أو القهوة التركية. نضيف لها الحليب المجفف طبعا بكميات متعادلة، وزيت اللوز المر، هو حار خاص بالجسم. مسألة القهوة ليست سريعة الذوبان، لكنها القهوة العادية. ونجمع الخلطة بماء الورد، أي نوع ماء الورد عندك، وبإمكانك استعمال ماء الزهر. أخلطيها جيدا وأضيفي ماء الورد حتى تتحصلي على قوام سائل شوية، لأن القهوة تتشرب ماء الورد. طبقيه على الجسم قبل الاستحمام، يعني أرمي الماء الدافئ على جسمك، طبقي هذا الخلطة وابدأي بالفرك فرك ناعم دائري حتى تحسي أنه أزلتي هذاك الجلد الميت، الرواسب من الجسم. تعطي فرصة لجريان الدورة الدموية، لأنه المقشر يعمل جريان للدورة الدموية. بعد ذلك استحمي عادي ورطبي بأحد الكريمات المرطبة، أحد أنواع الحليب للجسم، زيت الأرجال لأنه يساهم في إزالة الجلد الميت والبقع الداكنة من الجسم. يطبق هذا المقشر مرة في الأسبوع أو مرتين، هو ممتاز خصوصا في الحمام. ننتقل الآن إلى المقشرات الموالية. عندنا القهوة، القهوة العادية جدا المتواجدة في كل بيت وليست سريعة الذوبان، نحتاجها هكذا مطحونة. ضيفي لها عصير الليمون الحامض والماء المغلى، الماء الساخن جدا. اجمعي، يعني ضعي القهوة أولا. مسألة القهوة مسألة اختيارية، يعني أي نوع قهوة عندك، وليست سريعة الذوبان، ليست النسكافيه. نعصر عليها الليمون الحامض، الليمون الحامض يعطي تفتيح للون. إذا كان يعني بشرتك لا تتحمل
هذه الوصفة استحملي الوصفات السابقة، لكنها ممتازة، يعني كل وصفات اليوم تعطي نتائج مبهرة. خلطيهم جيدا واجمعي بعد ذلك المكونين بالماء المغلى، الماء الساخن ليتفاعل مع القهوة. طبقيه في الحمام، يعني هذا المقشر اتركيه على الجسم كامل لمدة 5 دقائق حتى 10 دقائق، وابدأي بالفرك بالليفة أو بأطراف الأصابع، اعملي تقشير للجسم كله. يكرر هذا الروتين مرة في الأسبوع، يعطيك نتائج خيال، جسم مرطب ناعم مثل جسم البيبي، يزيلك الخشونة من الجلد والقشور والخلايا الميتة والجلد الميت. طبقيه لن تندمي، وصفة ممتازة. بالفرك الدائري وبعد الاستحمام رطب الجسم بكريمك المرطب أو حليب الجسم الخاص بك. ننتقل الآن إلى المقشر الموالي، عندنا السكر. السكر الأسمر إذا تواجد يا حبذا، وإذا لم يتواجد استعملي السكر الأبيض العادي. وعندنا القهوة، يعني كمية متعادلة من السكر زائد كمية متعادلة من القهوة. واجمعي المكونين بزيت الزيتون. هذا المقشر عملته من سنة وأكثر في قناتي وأعطى نتائج خيال مثالية للنساء، يعني استعملوه على ضمانتي الشخصية، مجرب مني شخصيا، وكانت المرحومة أمي تستعمله دائما. رائع هذا المقشر، وبإمكانكم استعمال زيت الزيتون العادية أو والسكر الأبيض العادي. طبقيه على الجسم كامل قبل الاستحمام، وابدأي بفركه فرك دائري ناعم حتى تزيلي الجلد الميت، الخلايا الميتة. يرطب لك الجسم، يعطيه ملمس ناعم رائع، راح تفرحي بالنتائج أنا متأكدة. واستحمي عادي، وبعد ذلك قومي بترطيب الجسم بأحد الكريمات المرطبة الخاصة بالجسم أو الحليب الخاص بالجسم. يكرر هذا الروتين مرة في الأسبوع، هو ممتاز. رطبي بأي نوع مرطب عندك، ليس لا يهم. ننتقل الآن إلى المقشر الموالي، عندنا بيكربونات الصودا، بيكينج صودا، بيكربونات الصوديوم، ليست بيكينج باودر، هي بيكربونات الصودا. تستعمل في التنظيف وفي الطبخ أيضا، في طبخ الحبوب الكاملة، الحبوب الجافة. نحتاج أيضا إلى القهوة، القهوة العربية العادية المتواجدة في كل بيت، وليست القهوة سريعة الذوبان. ونحتاج أيضا إلى السكر، السكر البني إذا تواجد يا حبذا، وإذا لم يتواجد استعملي السكر الأبيض العادي. أنا أسهل عليكم المهمة. اجمعي المكونات جيدا كلها وأمزجيها واجمعيها بزيت الزيتون. زيت الزيتون من شجرة مباركة، رائع كدهان، يصلح كمقشر للجسم، يزيل الخلايا الميتة، يوحد لك لون الجسم، يرطب، يزيل الجفاف من الجسم. هذا المقشر أيضا استعمليه مرة في الأسبوع على كل الجسم، وبإمكانكم استعماله على الرقبة أيضا، لكن على الوجه لا أنصح به إلا التي لا تتحسس بشرتها من بيكربونات الصوديوم. هذه المقشرات خاصة بالجسم أو الوجه، لكن بعضها تصلح فقط للجسم. طبقوه على الجسم في الحمام، وابدأوا بفركه فرك ناعم، يعني أزيلوه بالليفة، افركوا حتى تزيلوا الجلد الميت كله، وبعدها استحموا ورطبوا بكريمكم المرطب العادي. هذه الأنواع من المقشرات في الجزء الأول في الفيديو تصلح للبشرة، لبشرة الوجه، لكن المقشر اللي تحسي أنه يعمل لك حساسية في الوجه إذا كان فيه عصير ليمون أو فيه بيكربونات الصوديوم استعمليه فقط على الجسم، لأنه الجسم يتحمل الليمون، لكن بعض أنواع البشرات لا تتحمل الليمون.
دوموا عليه مرة في الأسبوع، وبعد الاستحمام رطبوا بأحد الأنواع الكريمات المرطبة عندكم، ديكسيريل أو مثلا الحليب الخاص بالجسم، أو يعني مسألة الترطيب اختيارية. نتمنى تدوموا عليها وراح تعطيكم نتائج ملموسة.